ولما رفعت ايدي قالت لي الاستاذ صح النوم صار دور غيرك. بس بدي اعرف من وين بتجيبي كل هالضحك؟ في كشك هنيك على الزاويه اذا بدك ببيع نكت هيك. ببعث لك يا رزام فظيع. لك عرسول يا رزام. يلا روحي لا تاخري بكره. ايه ماشي يلا باي باي. هادي اكثر من مره نبهتك وقلت لك ما تحكي انت وعم تاكل، هي عادي سيئه ماما. ماما طب كنت بدي اقول لك انه مصطفى هادي ماما قالت لك بس يعني بس. حاضر. ليش ما عم تاكل؟ ما معي خبز. وليش ما قلت بدك خبز؟ ما خليت عم يحكي. تفضل. هادي قول يسلموا ايديكي لماما. يسلموا ايديكي ماما. صايرين انت واختك عم تتصرفوا تصرفات عجيبه غريبه ولا كانكم عايشين ببيت له قواعده واصوله. الحمد لله دايمه. بتروحي على غرفتك تكملي دراستك. خلصت دراسه. معناها نقي لك كتاب من المكتبه واقري لك منه شي معلومه تنفعك. والله مليت من القرايه. رزان من امتى انت بتعملي هيك حركات مولدنه؟ اسفه ماما بس والله مليت من القرايه بهيك كتب. حابه اقرا بشي مجله فنيه. مجلة فنية؟ الظاهر انك انت نسيتي انت بنت مين. لا ما نسيت انا بنت مين. ما نسيت اني بنت دكتور كبير وجراح بالجامعة واني بنت قاضي قد الدنيا. بس انا كمان حابة اعمل الشي اللي انا بدي اعمله. حابة اسمع موسيقى. حلو كتير. عنا جوا عرف اسوانات لفريد الاطرش وعمتوها واسمها. بدي اسمع لفضل شاكر لصابر الرباعي لراغب علامة. نعم نعم سامعة مديحة خانم بنتك شو حابة تسمع؟ ليش انتي من ايمتى بتسمعي لهيك مطربين؟ من يوم عرفت انه في مطربين غير ام كلثوم وفريد اطرش وعبد الوهاب. من يوم عرفت انه في موسيقى غير القدر يقرع الابواب لبيتهوفن. بابا حطي ببالك هيك مستوى من الاغاني لا يمكن حطها ببيتي. سمعتي ولا عيد؟ شوفي رزان انا وبابا راجعين تعبانين من الشغل مشان هيك يا بتروحي بتقري لك شي كتاب مفيد يا بتسمعي شي مثل العالم والناس او بترجعي لغرفتك تكملي دراستك وغير هيك لا. رزان اي ماما اليوم اتصلوا فيه من مدرستك. شو القصة؟ قصة شو؟ على كل حال أنا ما رح أحكم عليكي لروح وأتأكد من صحة الاتهامات الموجهة ضدك. أنت لما بتحكي معي كأنها عم تحكي بالمحكمة. مشتاق القلب لسالي وبدوب وبموت واغير عليك والروح. رزان ما تاخري عن البيت حابه نحكي سوا شوي. رزان شبيك حياه اختك حاجه بقى والله رح تبكيني. رزان حاج تبكي حاج طول رزان حاج شبه رزان. رزان شو هذا اللي سمعته من ماما؟ معقولة يا رزان تحطيني أنا وأمك بهالموقف قدام مدرساتك؟ بنتي اللي ربيناها على المثل والأخلاق العالية على آخر العمر يجينا تنبيه من مدرساتها إنه ما يسوى مفروطة وعم تضحك هيك بدون سبب؟ ردي ليش ساكتة؟ شو بدي أقول؟ أنتوا فارضين حوالي حصار من المات والجدية اللي بيقتلوا بيموتوا لهالدرجة؟ لهالدرجة واكثر كمان. من لما خليته انا عايشة بجحيم. جحيم اسمه الجدية والاتزان والرزان وقواعد الاتيكيت وقراية الكتب الثقافية والتاريخية والسياسية وحضور المعارض الفن التشكيلي والرسم اللي انا ما بفهم منه شيء.
إذا إجا حبالي شي مرة إني أسمع موسيقى فهي أما بسمع لأم كلثوم يا لعبد الوهاب يا لبيتهوفن وموتزارت وباخ. إذا إجا حبالي إني أتفرج على التلفزيون فيا بتفرج على البرامج الوثائقية يا بتفرج على الأخبار. لك حتى الضحك ممنوع وعيب. نسيتوا شي مرة واحدة تسألوني أنا شو بدي؟ شو بحب؟ هاتي لشوف، شو بتحبي؟ أنا مثل كل البنات بحب أضحك، بحب ألبس اللي بيعجبني، بكره أرسم هي العقدة على وشي وأمشي مثل الروبوت بس لأكون خايفين إني أنا ما أنجح نجاحكم. رزان لا تفكري صوتك العالي ودموعك رح يخلونا نغير أسلوبنا بتربيتك، مو لأنه أنا دكتور وله مكانته وماما قاضية ولا سمعتها، لا، بس أنا بدي إياكي تاخدي الحياة بجدية مو بسطحية مثل بنات هالأيام لاحقين الموضة، كل اللي بهمهم الأزياء وشو لبست فلانة ومين عشقت علتانة، هي هي حياتنا. ناسبتك كان بها ممتاز، ما ناسبتك فأنت مضطرة تاخديها مثل ما بدنا نحن، لأنه نحن أكبر منك ونحن أفهم منك ونحن منعرف مصلحتك أكثر منك، وغير هيك لا تحلمي. ماما رزان صدقيني بكرة بس تكبري رح تدعي لنا. رزان شو عم تعملي؟ عم بدرس. زعلانة لأنك ما رحتي على عيد الميلاد مو هيك؟ لا أبدا. شو؟ صار عردودك مختصرة ورح حاول اختصر أكثر من هيك. رزان ماما أنا وأبوكي ما بدنا غير مصلحتكم. ماما ممكن تتركيني أدرس؟ بنتك عم تعاني من ردة فعل عكسية للجو المفروض عليها بالبيت. رجاء أنا بطلب منك ومن الدكتور نبيل إنكم تمسكوا الحبل من النص، شدوه ورخوه عند اللزوم. مساء الخير ماما. مساء النور. رزان ما بدك تشوفي فيلم السهرة؟ لا، حطوا دعايته بالتلفزيون فاكتشفت إنه ماله من الأفلام الهادفة اللي مخطط لي إني أنا أشوفها. طيب ما بدك تتعشي؟ مالي نفس. يا ماما صار لك يومين ما اكلتي شيء مثل العالم والناس. احسن بركي بموت. انت مو ملاحظه انك مزودتيها شوي؟ كل هاد لانه انا وابوكي عم نفكر صح مستقبلكم انت واخوكي. ماما تصبحي على خير.